أصحاب العطوفة والمعالي، تحية طيبة. وبعد، أنا عاصم المعايطة، ممثلا لمديرية شباب الكرك وممثلا لنادي إبداع الكرك. قضيتنا الأساسية كشباب كرك وكشباب خرجت منهم كعينة عشوائية حتى أمثلهم هي قضية الخبز، هي قضية ارتفاع الأسعار. لن أزيف وعيكم حقيقة، و 90% من الشباب أصدقائي اللي سمعوا إني جاي لهذا اللقاء رأوا فيه ترفا فكريا، وحتى بالحرف قال إلي أحد أصدقائي أنت فاضي أشغال. هذا صديقي يعمل ميكانيكي، والشحمة زي ما بتعرفوا ميكانيكي بتنقط على راسه، فشاف في عملي في قطاع شبابي شيء من الترف الفكري ونوع من المثاليات وحالة الرفاهية. لا يرى بأن هذا العمل ذو أهمية أو أنه عمل قد يخلق فارقا، لأن الجائع يرى العالم خبزا لا يرونه شيئا آخر. قضيتنا الأساسية كما تحدث في بداية الأمر هي ارتفاع الأسعار. كشباب موجودين في محافظة الكرك وطبعا في الوطن كلياتنا حالنا سواء أعتقد، نعاني حقيقة. نحن نعاني لأنه أنا بشوف أبوي قاعد بتدين آخر الشهر مشان يعطيني مصروف. حقيقة جيوبنا لم تعد حلا لحل مشاكل الاقتصاد في هذا البلد. نحن نعاني حقيقة والجميع يعاني، أنا متأكد. زملائي كلياتهم اللي بأخذوا مصاريف لا زالوا من أولياء أمورهم مصاريفهم انخفضت. يعني أخوي في الجامعة أنا كنت أخذ 4 دنانير، أخوي صار يأخذ 3 دنانير، وإيش بكفوا 3 دنانير؟ كلكم عارفين يا شباب ما بسووش. فمعاليكم هاي قضيتنا الأساسية. دائما إذا بدنا نبدأ في حل مشكلة حقيقية لابد أن نبدأ من هرم ماسلو. بقاعدة هرم ماسلو هنالك حاجات أساسية، هنالك الحاجات الفسيولوجية والحاجة إلى الأمن، والحمد لله شباب الوطن هم اللي بحافظوا على أمن هذا البلد. شباب الكرك لما صارت أحداث القلعة أول ناس راحوا يفتدوا أرواحهم مشان حجارة القلعة، فما حدا براهن على وعي أبناء هذا الشعب. والأمن والأمان هذا إحنا اللي منقدمه، ما حدا بدفعنا ضريبته ولا حدا بحملنا جميلة الأمن والأمان، لأنه هاي قضيتنا حقيقة. وإحنا بنحب البلد وإحنا أبناء هذا البلد، إحنا بنعيشهم ونموت فيها إن شاء الله. أنا بدي أقترح حل بسيط يتعلق بالكرك حقيقة، وأتمنى أن يطبق هذا الحل في كل مكان. سأقترح حل الإبداع لمعالجة بعض المشاكل التي نعاني منها، إلا أني كعضو مجلس إدارة في نادي إبداع الكرك أرى بأن الشباب بدأوا ينسحبون لإيمانهم بأن الإبداع أصبح قضية رفاهية. الإبداع ليس حلا، لا يرون في الإبداع حلا، برغم من أننا نقدم أدوات كريادة الأعمال وكبناء المشاريع الصغيرة، إلا أن الشباب لم يعد مؤمنا بهذا الشيء، وهذا مؤشر خطير. ومن المؤشرات الخطيرة التي لابد من التنويه لها أن الغضب في الشارع يزداد، وكلكم شايفين، كلكم بتعرفوا المواطنين لم يعودوا مثل أول، بطل في طاقة استيعاب كبير، بطلوا الناس يتحملوا زي أول. أنا أقدم الإبداع كحلا حتى نخرج من هذه المشكلة. اليابان بعد الحرب العالمية الثانية استطاعوا أن يبنوا يابان جديدة، وهي حرب جميعنا يعلم قضت على اليابان تماما، إلا أنهم استطاعوا النهوض بالإبداع. فأنا أدعوكم جميعا لدعم أي جهة ترعى الإبداع وتساهم في دعمه في هذا الوطن. ويعني في حقيقة الأمر نادي الإبداع أنا لن أكون متحيزا، إنما هي قصة نجاح، استطاع معالجة حالات تطرف، استطاع خلق فرص عمل للشباب. لما تعطي الشاب أداة كما يقول المثل، لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. أنا أتمنى من معاليكم دعم المؤسسات التي تقدم أدوات لتمكين الشباب حتى يستطيعوا إعالة أنفسهم بمعزل عن طلب مصروفي من ولي أمري، لأنهم لم يعودوا يعني قادرين على استيعاب هذه المصاري. وشكرا جزيلا لحسن الاستماع.